أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة ولن أرسل